انت ماشي على بيت شو عملت؟ استعجل لك شوي. الله يعين نسوانك عليك، صاير لك شيء ولا شيء يعني ولا شيء. الله يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. ما في غير بتوقف دون ما تشعل صباطك تعبه. بعد لي شوي بعد. شو بدي اعمل لك؟ اذا الصباط عم يطلع من رجلي يعني يعني امشي حالي يعني. روح روح. ايوه منيح هيك؟ منيح. فوتش مالك شوي. ها؟ شو السر هذا؟ انا مالك انا مالك. شو الاستفادة هي؟ سوق على مهلك حاجة تشطيب. أنا ما عم تشطيب، بس الطريق كله مطبات وحفر. إذا طلع المطب انزل بالحفرة. هلا لا تحط لي حجة المطبات والحفار، صلعتك متهوي. يا سيدي، مو أهوى من صوتك. في يعني؟ في على هالزمن اللي عم يخلي واحد مثل هاني يتحكم فينا؟ اتلي عليك أنت. أنا الحق علي سحبتك من المستشفى لهو. بيتك يا هاني، تعال وين رايح؟ أنا رايح على البيت. لك فوتني لجوا. ما بدي فوتك، بدي اخلي الشمس تحرقك حرق هون. انا هاني مو حقي. الله يخرب بيتك يا هاني. لا 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 لا. خير خير ابو طمزه، شو صاير لك؟ هذا المسروق تركني ومشي. بالظاهر حكيت لك معه شي كلمه ام حريت. ما قلت له شي، قلت له تفو. هلا حكى ولا ما حكى؟ هذا رجال عطيله، ما بيجوز نحاسبه على كلامه. تعال حطك بالعربه. يلا تعوا شيلوا معه. تعوا ساعدوني. على مهلك. على مالك شوي شوي. يا حسن شعليك يا ابو تمزه. وين بتريد فوتك؟ فوتي على روما. يا رب. الشرطه في خدمه الشعب.